السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، فنحن في الحلقة أو في السبب السابع، ألا وهو طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى. أنه هنا من بتكتاتي لجنت مقبات السباب يميهون ونطبوتن يتملكتننا والله إن زهين سرتن باتشوا مجمر أو كناتشوا كذا سرتن باتشوا جنة أني نمي هون إن أنت لما قبعت السبب هون نزند نو إن شاء الله بتك يتوب عشرو تنانش يا ركين نت بنتب لما قرب يفلكوت. إن في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه سبعتين يوم نتب نو سبعتين يوم نتب يا دين أوقات يا قرآن إن حديث أوقات لا الله بلو يا الله هم في تكجلو ممار يهون على سبعة تنياو سبب هي بما اسم الكات. صحيح مسلم يزقف حديث الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما علما في اللقاء يا قرآن الناي حديث نوكت في اللقاء عند من قد ويمقزون يجمر سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله بزيه جزوية نساء يجنت من قدن يا قرى الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم يا أوقات يا شريعة أوقات لما مار يتنيا أم عينة ركعتهن كتجوزة يا الله سبحانه وتعالى في تكجلو علم لما مار قرآن النحديث لما مار جزو يرزم يترم يجنت من قد جزو عند جمرة يكتر الله تعالى وإما اللهم بزيه جزو يجنة المنجد قر قال لا يادر قال لا تعال يه يجنة المنجد قر ميهون بيت ببزاينة ملكونه كذا محل أوقاتون الله يقر الله تعال لأوك يوك أو نقر لتكبار اندي أبك أو الله يرد الأوال بزيه هلو نقر يتنسى لجنة يمتد ليهون كذا منالو وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله سوت بأ الله بيت وسط مسجد وسط أي سبع سبهم يتلون كتاب الله قرآن يا الله قرآن آنبهم ويتدارسونه فيما بينهم بمكاكلاتشو آيما ماروتم إلا نزلت عليهم السكينة يمنفسر قاتاه من رقاقاتنا سكينة بالنسو لأي بيورجنجي أي كرم مالو رسول صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة يا الله ازنت بشفناتشو انجي أي كرم ازنتنا الله يا ورد الله تعالى و حفتهم الملائكة ملائكة وتم يكبوا التال يجبوا التال أدنقوا أكبروا أو يعني تلك وتسطوا التال يجبوا التال وذكرهم الله في من عنده الله السزند قالت ملائكة وتزند يا وسال سبحان الله إنما يهن هلو شلمات ميقينيو دين اللممار قرآن الحديث يلبت سفراء يتوسنا ساعة بهون كجزي وسطو قد قولوا يدامت أسو يهن قلو الدل ياقينيال كزامنا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه سرودوا على أسكروا سو زروا وينبهروا وينبيتسبنا وقنوا ودفيت لأرقوا يتلم كجنة بكر جنة بايقبا ملسوا جنة لمقبات مكنات لهون تأيتلم أن زهنا قروا تلالو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطع سبب سمنتين يو يا جنة مقبات سبب بناء المساجد مسجدن مجنباتنا. في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. سبحان الله هي حديث تلقنا من إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله أن فيت كجلو لا الله بتشابلو يسواد نكوت سايهون وداسي فلقو سايهون عزاج لهم فلقو سايهون زنا فلقو هابت فلقو سايهون يا الله فيت بتشا لا الله بلو مسجد يقنبا سو تمساساي بيت جنة وسط يقنبا لتال على الرسول صلى الله عليه وسلم تمساساي بيت جنة وسط يسرع لتال يتالى مولو مسجد يسرع قال تالى بعد الرقوع استواص ويأكل درشاء اللو مالتنا سلازي أكمي ينسال أكمي تنشلو أني ما درق ألتشلم يبالو نقر أي سلام بالن أكم يأكل الله عز وجل من داون يزقى جلنا من منكوان يوف قجون كوان يأكل بتهون لا الله بلو يسرع ياتشن يأكل من داقن يال بيت جنة وستقنا بالله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم زاري دنيا لاي
أجر كأجر وجهنا أجر أتن بيت جنبان سبال من يأكلون دس ميلان سوهم دس ميلان يا جنة أجر دموزج في عالم لا هنا إذا العالم أجر لهنا شو جنة وسط بهنا شو جنة وسط ليو بيت مجنبات مالت كلال نجر أيضا لمنا إن يام مجمرة وقتلاتش وقتلاتش لا بمت أنكر خلتني مسجد بمن جنبات لاي بمت أنكرنا بما برتات يا جنة من جدن ما جنت ما شار اللبن وقتلاتشن سنمار كمان موصل على اللبن ميلون عند لاي أيضا عند الناي مستوى سفل قاله مكنياتهم حسن البصري من إن هذا العلم دين يهوكت دينه من هالبعد سيالو يالبت رحمة الله عليه يالبت رئيس ليت يالبيهونم أتك علينا قنميهون علم هاي ما نوتنا سلزي دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هاي ما نوتاتهم كمان عندما تتقبلوا أواكو تملكتوا إلا سلزي ينبر يازه اللو نيستمر اللي ياله اللو أستمر اللي ينأجل علم تكلن يوقت يلا تصوت يستوق عنه بن كنسنو علم كمنجل يا الله انت تقوى مشمت يمنجلو سلازي انزين ولت نطوج بتكباراي مدرك من داتشنن ماغنيت سي جنت مغبيا منغداتشنن ما متشات ينوربنال الله سبحانه وتعالى سمتن تتقاميوچ يادرغن بوقت لاي برتتن مسجدن مغنبتن جنتن من التدل الله يادرغن والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.